جل يا البرامج كنا وحن كوي جينا ولادك عرق حسدها محمد عبد ومولد جران هسان عرق حسدها مصيبتها وهبجها أي مانت جاب فجارك هلا إسلام كان جالسي حكم كيسنا صو صاري عبد الله يفسني رجع الدنيا قبل كم دوم ودوامت نسيل يا عبد الله قبل نمي خجرت أوه أنا خجرت أصلا ما نمي خجرت عدي عرق حسد على الشباب إن لا إسكن عيا إسلام كان مساجد ده وهبي ده خجرت الله قد ضبطه إسلام كان الله حرق جبي هب مساجد عرق حسد خجرت وبش يكسر برقان يسوي وين فهمي هذا الذي سي وحامر كيف كحنا ولادك عرق حسد هو هنا محمد عبد الأمر وهذا الله وكنت هاجر حرق حسن صاب صوصار شو مسجد وكهذا هي مركز الأمر كهذا هي وجوابها هي صغيرة أيام جل إيجي نحلي وحى قانسي وين له ضلب يقلع وين وكشرة هذا الله ذا وننكاس الدبر لجاي هذا الكاس جا هدي أيضا شباب الله دجال من مساجد دوان حرينا ومخلصة جاليال وحا أطايا كان كلو ريجينا هيا أموله هذا الذي وناكسنا مكرانا ساسيدة في عن أوت المامي قدوميها قبل كمودة قبلان عدلد بسنيارة عرقاق حسادة الشباب وانا ردق على منا وهابية عرقاق حسادة مساجدة كجر تهديس الشباب يو إسي سوشي إسلام ركان أي ست المامين مساجدة وغا حرينا هذا اللي وناكسن وصحة أيو أها هذا الكي أيو قبت ولاد وهابية وهابي كي هو ناوي هم مذهب كي أرجع سدي وهابي يدو كهنا أيادة كله قول لاين هيا مش اسمه على أنت وفهم بلاده جاله وسيا الله يمرك المعلم هذا إذا كنت كنين دتك كنت كذا أدر ما دود ديسد هذا هو هذا وضبنان ككمرتي دتك كل عبادة سنة يا كنت كنا يا احترام يا مساجد ومعنا أوقف فرد إذا نوش هذا أي قيمة وين أوقف فرد ما دود ديسد حد وحري حد وهنشبي وحلا يا بلوى مخلص هم حاد وجهن جبي أيوة اللي محله وجهن جواي بسات محل حلو بسات هدي عرق الحس كذا برغنيسه أو مصيبة كويا بلسه الصومال صون الحرمة تبع والله حيرها يا تلا حيرة أولي مساجد كعرق الحس ذا هي وبيده يقول تقدعي قبض ثار بالوار كاي مساجد حتى قبض المكرم مساجد كا بيت الله هدي وياه وبيت ونعكسه يا هذا اللي قم هردلي نين مساجد كا حكنت كده ودته كده كم ده وهابي أو مساجد كإمام كإيوه عم وهابي هذا سوقي يعني أيه نين مسؤول الدولة كتر سنة وما كتر سنة لور دلها هي مساجد ما قلت لهم بكرة هناك تبع الحروي سيرا وكم هسي وهابي كا واحد لوها هي مساجد كا جواها معسكرات كا هي عرق جحسد إبراهيم ده مكسو برقطة وين مساجد وهابي اللي قالوا وريها ضد مسؤولين ونضيف فن اللوري بهدي لوين وين جبها مساجد ذر الحين مساجد مصيبة خدت خلوا كل لين حي مساجد كم تر مامي كرا إنه قربان رول النجاة جال يا وداد أرجع حسا وي أنت تنبو سوخرس بصمينا هاي إمك سوق هذا نحيل هو وداد أرجع حسا أو ها أو أد ويدي إنه وهابي ده رجع برقضي أو كهنها ووداد كلي هذا عبد القادر قعبي وأتقاني إنه جرو اللي جودي إيو واللي أحمد حاجي والودي البصاص سوق هذا نحيا شباب عندي لي حركة سكون بصهاي شاب يا قلاسي اعتصام هاي سوق قبتن لا سوى اعتصام أو من الاعتصام أنا لا سوى اعتصام سوق قبتن هاي حكم كأي سوق قبتن أحمد جودني إمليشيات إن السمستان رأسي شاب وكان أحمد يقول له كرتك وحاجة سوق قبته وعيه وحكنا لها هي إيه كسر هرجين الشباب يمادين ودي إيه سمحلي لو ذي شيخ أقو عن سنة إن لها أقها الشباب بدلي وحي أدلينا وكو قنصدين وحي أهيد وروحنا ذو داني وخلط ليقنا دادين إسان وخلط ومدنا اللين إسان وخلط أحمد حاج عبد الرحمن الله ونحرسه إيوه شعب القادر نور فرح مقلس أجعل هنا عبد القادر نور فرح عبد القادر قعمي يوحى وصوق هذا نهاية أحمد حاجي ولوك اللي ديقان ما يريك بوصاصي يقروا لو ودادو أرقك حساء وهابي آهي دادك وهابي دك يعني وووين صومالي آهيين قاسة قبلان بلان وهابي دك في الهي من ده قروا اللي قدلوا عبد القادر قعمي وين الله سعطاه من ده واحد قد لي مقرس عبد أحمد حاجي ودكتور شيقان هي ولاد وهابي أرقك حساء لو ودادو أرقك حساء آهيين أحمد قدني أيان سي شانسي وأمر دي الكودي صبتها وحسكو دي هاي احتسام قويمك أدوكتين بشير سهلات قدومية رقع صلم إن انتس أبابلي وحيدونها من الأشياء إسلام سيسي شباب أحمد قدوني قال لقد قال لما لا صحيا هيا شي أحمد قدوني مدام أنتر نيرا وكورتك نمكا كان لابدن أنه أقوه الرسي وبلدان الرخاقي من الأشياء كسمين هاي حقا يمركي بب بب سي فهنا لا صحيا ما هان أفكار ديميت أو عرق حسادة يبرشاد اللي انتو ده حلقة داي لو ما ديرين لكن هذا الكيمي كوريجين هاي معادهم لكن ده عنو ده عادي جدا ما هني تصفي على ولا صعب عرق حسد أيام النهاي لو ده إمين كأم الفيري وحوكها الله يا مساجد ده عرق حسد إن لقور تقو فيري مرة سو هذا القادم هاي ده كل اللي سراكيشي ما اللي بدلوا له مقالة كعيون كما تحسين تسراكيل هالقول لي
صومال فربنا الأولى قرحية ذي مصيبة لا هاي شو قيسنا كحل ما هيو قرايا وحق الله يعني كم سعيد كحل يعني مسجد أرك أسد بلد أرك صوف الدنيا سام وهذا كحيلنا أرين تسوق جو بنحية مسجد قوم بيشو العقد كقرطة وقيرات كقرطة إسلاما مساكين تاع الصومال وانت فرقها كله والعقد كقرطة تو وي الله رسول كفرت محمد عبد الله أنا ذكرته شيخ ويلي كذا شيخ قوام يعني هذو نقرح مركل لقوا قرح لقاسي برونا سووا با على نعم وأنا ذكرتها هذو نرجع سوي إني قدرنا نلمي جال يا روح سوق هذا نحيا في ريا هذا الذي يقرحين حيا تتقسم على ذو حبري الدين تبرع أنا حي اللي في ريا وتتك أرجع سد المصيبة دي بلاي دي المدارس تكبري مدارس تي أرجع سد يبرد أنا لكبر هي وإمك عندنا تكسر بحدا إذا كنت تتك مساج جهرت سود اللي هي أيه أيه كفان حياة عندي سن هذه النقطة وحبري ده مدارس ده سكول ده شام عدا هودن ككوي على أنت وضد بدن يا أساسي يا قعن تكوه هي يا وضع يا أمد أوجر من يا مصائب تمرك العضو أو محو هي لباتوين كذا كتشوابي markay isku dhacaan qabaaishu ama deegaamadu yaa heshiisintooda ka shaqeynayo ku dadaalay ummadii dibadaha aaday oo qurbaha aaday oo wadamada gaalaha aaday yaa ka daba tagay oo badbaadadeeda ku mashquulsan oo maqlaysaa jaleel waxa uu ku faanahay madaris inay faan oo waxyaabaha soo ramaysan madaristu oo u sheegayo waa mid ka balada dadka laga soo saarayo oo lagu barahayo mabaadiida qaldan ee diimeed ee dadka hala laayale oo madaris faan ee qala madhab kawhabiyad maxamed abdu wahab kaliya saxan soomaalida kale islaamka alusun oo jumaa tasawuf ka tin iyo islaam soo yeed waa gaalo waxa samadaaritooda lagu barta soo wiilka wax qarxin hayaa inta aan garanaysan la maxkamada uma la maxkamada sooma tabaan hooyta laakiin aw dadka garan lahaa oo fahmi lahaa wuxuu kala soo hadal qaatay qurbaha dadka jooga ka daba tagno buur waa sax dadka qurbaha jooga ka daba imaan laakiin musiba kale daba imaan soo kuwa magaranaysay Finland iyo Holland iyo magaranaysay Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Sweden arurta Soomaalida ka diramaan ee dagaalka ISIS iyo magaranaysay ka soconaya Iraq iyo Syria lagu leeyahay soo habi ma dadka masajidada ku jira meel walba jooga dadka qarxinaya waayo wariyay dhugyeesha wadaadkan hadda uu is dhaahirinaya dadkan wax barnay dadkan wax u qabarnay bulshada isku soo dhaweeyay ayuu leeyahay laakiin maalinta bulshada isku soo dhaweeyay habeen iyo maalinta ka kala fogaanay asaan maqalaysan fadhooyinkiisa imisa lagu leeyahay maxamed abdul imisa qabuur u jiifa soomaaliya qabuuraha arteen dagaaladii ka dhaxay etiopiyaanka waxa ka dhacay iyo musiibada soomaaliya loogista oo lagu duulo oo dalka iimaada argagixisada waxa soo dhameeyay kamid maxamed abdul imisa fadhooday wariyaha dadka umada ka warqabin maxamed abdul 2007-2009 imisa fadhooday oo dawladda abdullahi yusuf dhun gaalaysay murtadeen ku tilmaamay dawladda sheekh shariif murtadeen ku tilmaamay cidadkiisa la haya fiidiyadiisa la haya barnaamijyada jeer ka sameeyne maxamed abdu umar oo dadka Soomaaliyeed gaalay siinahay hala laayale iminkana wuxuu ka hadlay sanyeer gudoomiye gobolka madagbada adalada sanyeere waxa la leenahay iska jir sababtoo ah umul baa imka hadlaya hadalka umul ay ku saabsan diinta laga saaraya tan kale waa la xukuminaya tamiinadeedu waa maxay shaqo dhigaad loo banaynahay marka waxa ay ka digtoonataa ku soo jeedinaya adiga warka ku soo gaar maxamed abdu umar waa qatar weeye waa inaad garata argagixisadin weeye dabcan wahabiyadu isla shaqeeyaan nin shabaab diidan buu iska dhigayaa dabcan maalin la madiidana oo isqarinaya waa inaad garataan dadka Soomaaliyeed waa inay ka digtoonaadaan wahaabiyad waa garabkoodii hubaysnaa ixtisaan oo garabka dhaqaa barigii heshiiskii dhacay dabadeed waa tii labada wadaad markii la dilay laga daay oo mulla waa tii baqan jiray Nairobi ku baqay arrahay markii aad ogeydeen markii dambe Axmed Goodeen waa tuu soo saaray go'aan in la iska daay sababtoo ah shabku ixtisaan way ka tanaasuleen garab military inay sameystaan imi ka dhaqaale iyo soo jeesteen markii laba garab oo isbaysanaya way wada wahaabiyo weena wada shaqeynaya waa inaad garataa argagixisada musiiba weey sayara uu ku maasan yahay masajidada waa laga warqabaa laga daba tagaa wuxuu sheegay wadaadadu maxay tilmaamayaan maxay ka qaban hayaan waxa soo dhumaan laga warqabaa masajidka wax lagu hordilayna waa in wadaadka joog wax lagu weydiiyo dadka wax dilay sababta u dilay goorta isoo galay waa in wax soo wax lagu weydiiyo hadii masajidka ay dhacdo wax lagu hordilo oo qofkaas adey waa in marka la hadana dhacdo falnu caasiin oo in gaba masajidka laga xiraa ama laga wareega dhulka masajidku ku yaal tuu masajid oo karo meel masajid wax lagu hordilay misaajka laga soo faray dadka hal dilo leeyay misaaj miya tabaan ma baytullah baytullah oo qof amaan oo wanaagsan oo nadiif ah ayaa jirta taasan ku naqaan haduu baytullah isaasa ku aado haduu ku ahaayeen misaaj noqon ma hayo wax kala aanu dhexeyna waxa si qabaneena wadaadada ku jira arkaysada u joojin meen anagu oo magaranaysaa maanool nin anaga naga mid inta dishaan oo magaranaysaa inaad gowracdaan asiin noqolaataan oo qamis weynaataan oo gar weynaataan oo wadada ku xarawataan oo nadiif u socotaan misaajada dhex fadhiisan aqbal meen korbaan u leen
maamuladuna waxaa la dagaalamaan dabcan oo aan la iska qabta argagixisada musiibada hawaabiyada maaha magaraas xafladinta la isku yimaada looga hadlay waa in looga daba tagaa meel lagu jeedo jalleel axmed oo weeye uu ka jawaabahay hadalada wadaadkaas dib u socodka liitaha maxamed cabdi umar argagixisada musiibada dadka soomaaliyeed la iyo qabuuraha loogu jiro ee weli usii oo ma dhiigga soomaalida ee jalleel halkan ugu jawaabay intaan dib u kulmi doono cadaalad sidaa iyo nabadgelyo.